يا باشا انا راجل تمرجي والكارنيه بتاعي في ايد حضرتك اهو، ارهابي ايه بس يا باشا؟ وبعدين الشنطه بتاعتي قدام سيادتك اهي، ما فيهاش غير شاش وقطن وحقن. وبعدين هو انا غريب؟ ده انا داخل خارج على سيادتك. غريب؟ ده انت صاحب اسم يا رضا. كنت عند عبد الرحمن بتهبب ايه؟ والله العظيم انا لا اعرف عبد الرحمن ولا غيره. امال امن الدوله سابوني ليه وبعتوني لسيادتك؟ الحكايه كلها يا فندم ان انا كنت رايح ادي حقنه لواحده اسمها مدام جنات. دي الداخليه جات لي نجده من السما، ده الراجل كان عمال يلف ورايا وفي ايده مسدس. ادخل. اهل الارهاب يا باشا. والمصحف ما ارهابي يا بيه، حرام عليكم. ابوس رجلك يا باشا، ابني مش ارهابي، ده انا بصحيه بالعافيه عشان يصلي الجمعه. ده بيفطر في رمضان يا باشا، بنبقى كلنا صايمين وهو حاطط الازازه على بقه. ده انا بدعي له ليل ونهار ان ربنا يهديه. عملت ايه يا رضا؟ والله العظيم ما عملت حاجه ياما، ورحمه ابويا ما عملت حاجه. وبعدين انت ايه اللي نزلك من البيت؟ ما تكني بقى في البيت شويه. اهو شفت بيكلم امه ازاي؟ في ارهابي بيكلم امه كده؟ ماما ايه حضرة الصور؟ بسبوسة عادية اهي، ما تفرقش عن اي بسبوسة بياكلها اي مواطن عادي. يا رب ليه كده؟ بقى حتة بسبوسة تعمل فيا كده؟ استغفر الله العظيم يا رب. طب ورحمة امي وابويا؟ ما انا حطيتها في بقي تاني. يا مسخة شوية، سكرها ضعيف. بس ما بتفرقعش. مسخة بس ما بتفرقعش. وطبعا المسخة دي مش جريمة، وساعتك سيدي عارفين، هو حد لاقي سكر؟ وانت ايه اللي جابك الشارع في اليوم ده؟ كنت جاي تعمل ايه؟ صراحة يعني كنت رايح اتقدم كده مشروع جواز يعني كده، بس ضغور خلاص صرفت نظر، بقيت الناس على قفا بنشيل. تقدر تقول لي لما شفت العساكر ماسكين الارهابيين رميت العلبه دي وطلعت تجري ليه؟ ده حصول اول ما عرف انهم مسكوا رضا التمرجي معاهم حضن قوي على الرصيف وركبوا لما اخذ ريحت زي كاوتش العربيه المخروم. دول مرتبينها مع بعض يا باش، واحد يطلع فوق والتاني يستناه تحت، وقال ايه عامل لي نفسه جايب بسبوسه. يا باشا انا راجل كوافير حريمي، عمرك شفت ارهابي شغل كوافير حريمي؟ في ايه يا كريم؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت مش المفروض عندك حصه يا حبيبي؟ الاستاذ سعيد خرجنا نتشمس ونلم الزباله. زباله ايه؟ روح ارمي اللي في ايدك ده في اي باسكت وروح اقعد جنب اصحابك. ايه يا استاذ سعيد؟ ايه القصه؟ مش العيال دي المفروض عندها حصه مزيكا؟ مطلعهم بره فرحوش يعملوا ايه؟ ابله صبريه، مزيكا ايه يا ابله؟ وهي في مزيكا من غير اوضه مزيكا ولا الات؟ سيب العيال تتشمس يا ابله وهم يستفادوا. امال مين اللي هيعلمهم المزيكا ويحببهم فيها؟ هيتعلموها امتى لو ما اتعلموهاش على ايدينا؟ يعني هي خلاص جت على المزيكا؟ طب علموهم يفكوا الخط الاول. ما هو علشان يفكوا الخط لازم الاول احنا نفك دماغهم ونرجع نرتبها لهم تاني من اول وجديد. مش كفايه اللي بيسمعوه في الميكروباصات والتكاتك؟ ما هو ده بقى اللي شغال دلوقتي. وبيني وبينك كده انا مفيش دماغ والله اقعد اناهد معاهم، انا مخلص شغل الفجر ودماغي مقلوبه. طبعا ما انت ظاهر كده ان شغل النايطات والافراح نساك المزيكا اللي اتعلمتها. ما هو ده اللي بيجيب فلوس. ما انت عارفه المدرسه مرتبه عامل ازاي. انت والله بس لو تسمعي كلامي وتنزلي تشتغلي ده انت هتكسبي دهب. صوتك حلو وخساره، البنات بتنزل تشتغل بسهوله وبتقبض حلو قوي. يا لهوي ده كردة اتبحني. انت حر انا قلبي عليك. بقول لك ايه صحيح، حركه جدعانه منك كده بقى هتشيلي جدول الحصص بتاع الاسبوع الجاي. ليه بقى ان شاء الله؟ امال عندك بقى كده هخش. ايه ده انت استلمت شقتك؟ متوضبه وفرشتها والفرح كمان اسبوع. حظك يا عم وقعت في شركه محترمه. الا محترمه، اسعارهم حلوه وبدون مقدم وبالتقسيط وكلمتهم واحده. دول حتى عاملين مرحله تانية وعاملين لها اعلان في الجورنال وفاتحين باب الحجز. ايه ده وريني كده.